مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. مع قناتكم قناة الملكة والأمير، وبالصور قضية الطفل شنودة بالصحافة الأسترالية بالتزامن مع حفل انطلاق موقعها الإلكتروني. حدث جميل تم مساء أمس الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022، انطلاق الموقع الإلكتروني الجديد والجريدة الشهرية المجانية التي تخدم مناطق غرب مدينة سيدني تحت اسم أخبار فيلبد المحلية، وذلك بحفل عشاء في قاعة دالتوس هاوس بحي بوزني بارك الراعي الرسمي للحفل، وذلك بحضور عدد من القيادات السياسية والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومسؤول الصحافة والإعلام في الدولة، مقدمتهم جراح الأعصاب العالمي الدكتور شارلي تيور، رئيس مؤسسة شارلي تيور المتخصصة في علاج سرطان المخ، السادة داي لي عضوة البرلمان الفيدرالي، وفرانك كاربون عمدة بلدية فيربلد، وجورج جريس عمدة مدينة كامبلتون، وعدد من القيادات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، بينهم الحركة القبطية الأسترالية، الهيئة القبطية الأسترالية للمحافظة على التراث والخدمات الاجتماعية، والهيئة القبطية الأسترالية. وقد تقدم السيد دومينيك بيروتيك رئيس حكومة ولاية نيو ساوث برسالة ثانية إلى القائمين على المواقع والصحف المحلية وشعوب المناطق التي ستستفيد من خدماتها المجانية نيابة عن نفسه وعن حكومة الولاية. وفي نفس السياق نشر قضية الطفل شنودة الذي تم انتزاعه من جانب المسؤولين والسلطات في مصر عن والدي المسيحيين بالتبني وتحويل ديانته من المسيحية إلى الإسلام، وذلك في أول عدد الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق موقع إلكتروني رسميا. يا فرحتي يا فرحتي اللي جابويا، طب أنا مش فرقت إيه معايا إن أنت نشرتها عندك وأنت ما حلتليش المشكلة؟ ليست هذه القضية أبدا، القضية أكبر من ذلك. وأول تعليق من هالة صدقي بعد طلاقها رسميا من زواجها، قضت محكمة أسر قصر النيل بطلاق الفنانة هالة صدقي رسميا من زوجها سامح وسامي بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة لتغلق المحكمة هذا الملف نهائيا. وفي أول تعليق من الفنانة هالة صدقي عن طلاقها من زوجها سامح وسامي، كتبت عبر حسابها على انستغرام: يوم جديد سعيد. وقالت: يوم جديد وكل خير 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 وفرح ونجاح وانتصار وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا، صباحكم كل خير. وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: ألف مبروك عن الحكم، ألف ألف مبروك، ربنا نصبك، مبروك عليك حريتك واستقلالك، ألف مبروك على الحرية، انت قوية، مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك يا مسيحية، اتطلقت ازاي؟ الله أعلم. وكانت محكمة الأسرة بقصر النيل عاقبت سامح سامي زكريا زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفلي سامو ومريم والتي تقدر ب50,000 جنيه استرليني. وكانت الفنانة هالة صدقي أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها زوجها سامح وسامي بدفع مصاريف الدراسة، وامتنع الأخير عن دفعها، كما قررت المحكمة تأجيل الاعتراض المقدم من رفعت الشريف محامي الفنانة هالة صدقي على إنذار الطاعة المقدم من الزوج سامح سامي الذي طالب فيه زوجته هالة صدقي في بيت الطاعة لجلسة 1 سبتمبر لنظر الطلب، كما حددت المحكمة جلسة 13 يوليو للحكم بدعوى متجمد. النفق المقام من هالة صدقي الذي يبلغ 320,000 جنيه. الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي بدأت بعد مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما ووصلت إلى طريق مسدود. وأكد الزوج أن هالة صدقي استأجرت بويضات للإنجاب، مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها. وخلال أزمتها مع زوجها تعرض والد زوجها لوعكة صحية قامت على أثرها الفنانة هالة صدقي بالوقوف إلى بجانبه ومساندته، خاصة في ظل سفر زوجها بالخارج فتوجه لها بالشكر. وشهد عام 2007 زواج هالة صدقي من المحامي سامح سامي زكريا بعد قصة حب جمعتهما. وبعد عامين وتحديدا من مارس 2009
أنجبت التوأم مريم ويوسف وكان وقتها في الأربعينات من عمرها، وفي حبل السبوع أصيبت بالعصب السابع مما أدى لحدوث شلل في الوجه وأصيبت باكتئاب. وكانت الفنانة آلة صدقي حريصة طيلة الوقت على عدم وصول أمر خلافها مع زوجها لوسائل الإعلام حفاظا على مشاعر أبنائها، ولكنها صرحت أن زوجها كان يتعمد تشويه صورتها خاصة بعد هجرته للولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات. فوجئت الفنانة آلة صدقي بمقطع فيديو بس أحد المحامين يتهمها من خلاله بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي بموجب توكيل، كما تحدث عن دعوة إقامة زوجها لإنكار نسب توأمها. وأكدت آلة صدقي أنها ستتقدم بشكوى لنقابة المحامين ضد هذا المحامي الذي يحاول النيل منها والتشهير بها لنشر أخبار كاذبة. كما أوضحت أنها كانت حريصة على عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أبنائها، كما أن محاميها تقدم بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص وضد زوجها. وكانت آلة صدقي قد أصدرت بيانا جاء فيه: يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي بعد أن خسر قضية النفقة رغم محاولاتي وعدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو بضعة نصب عينيه. يذكر أن آخر أعمال آلة صدقي مسلسل فاتن أمل حربي بطولة شبير سلامة، فادي عبد الغني، محمد الشنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد القمار ومنى، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل. العمل وعرض على رمضان 2022. كل الشكر والتقدير لكم ولكل محبيكم. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير. مع كل حبي واعتزازي لكل المسلمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل محبيها. صباح جميل، صباح سعيد، ربنا يجعله صباح حلو علينا كلنا، ودايما نكون كل خير وكل سعادة. حقيقة النهاردة يوم جميل، يوم الأحد، وهو من الأيام المحببة دايما ليا. يوم الأحد ده يوم بيبقى كله طعم ومذاق، ونتمنى إن يكون فيه خير وسعادة. النهاردة الأحد 20 نوفمبر، وربنا يجعل هذا اليوم يوم سعيد. اليوم 11 من الشهر المبارك هطور، أحسن الله استقباله علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي، آمين. زي النهاردة تنيحت القديسة البارة التقية حنة والدة السيدة العذراء القديسة مريم، وكانت الصديقة ابنة بمسان ابن لاوي ابن ملكي من نسل هارون الكاهن، واسم أمها مريم من سبط يهوذا. وكان لمسان ده 3 بنات، الأولى مريم باسم أمها وهي أم سالومي القابلة، والتانية صوفيا أم أليسابات والدة القديس يوحنا المعمدان، والتالتة هي القديسة حنة زوجة الصديق يواقيم من سبط يهوذا، ووالدة السيدة العذراء القديسة مريم أم مخلص العالم. بذلك تكون السيدة الباتول وسالومي وإليسابات بنات خالات العذراء أم النور. وإن كنا لا نعلم عن هذه الصديقة شيئا يذكر، إلا أن اختيارها لتكون أما لوالدة الإله بالجسد لها هو دليل على ما كان لها من الفضائل والتقوى والتي ميزتها عن غيرها من النساء حتى نالت هذه النعمة العظيمة. وإذا كانت عاقر كانت تتوسل إلى الله أن ينزع عنها هذا العار. إداها ابنة جميلة وهي قرة عينيها، وهي قرة عين كل البشر، وهي العذراء مريم أم مخلص العالم، ويا رب تكون شفاعتها تكون معنا، أمين. وكمان في مثل هذا اليوم تذكار استشهاد القديس ميخائيل الراهب
صلواته تكون معنا آمين، ولربنا المجد الدائم آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا استشهد القديس أرشالوس أو أرشلاوس وليشع القس. في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس أرشلاوس وتذكار أليشع القمص، صلاتهما تكون معنا آمين، ولربنا المجد الدائم آمين. يعني أنا مش عايز أقول أني دايما صباحنا يكون صباح سعيد، ويا رب دايما بتكون أخبارنا سعيدة بالنسبة لكم، وربنا يحافظ عليكم ودايما تكونوا بخير وسعادة.